ابتداء من اليوم سيكون بإمكان زبائن شركة سونالغاز الذين يملكون حسابات بنكية فقط تسديد فواتيرهم عن طريق آلية الدفع الإلكترونية، إما عن بعد عبر شبكة الأنترنت المرتبطة بأربعة بوابات رقمية تابعة لسونالغاز، أو عن طريق البطاقات ما بين البنكية التي تشتغل في كل البنوك العمومية عبر أجهزة الدفع الإلكترونية التي سيوفرها البنك الوطني الجزائري شريك سونالغاز في هذه العملية. وفيها الموضع فيها شقين، كاين الدفع الجواري، الدفع الجواري هو استعمال البطاقة والآلة الآلية اللي موجودة في الشبابيك. هذه رانا يعني وفرنا 400 آلية على مستوى الشبابيك اللي موجودة في الوكالات تاع التراب الوطني. هذه يعني من غدوة في استطاعة كل مشترك يتقدم باش يخلصها بدون استعمال النقود، يمشي يستعمل البطاقة تاعها. آلية الدفع الإلكترونية ستسمح لسونالغاز بتحقيق تحصيل أعلى لديون الفواتير غير المسددة والتي وصلت إلى 58 مليار دينار حتى الآن، حسب تصريح الرجل الأول في الشركة في رده على سؤال لشروق نيوز. غادي ما يكونش عندنا مشاكل في الديون هذيك اللي تراكمت، نظن باللي الناس غادي تسلك على حساب هذا، ما يوليش فيها عز. راهي الدور زوية 150 مليار دينار، كانت في 64 مليار دينار. التساؤل الكبير حول اختيار البنك الوطني الجزائري دون بريد الجزائر في تعميم الدفع الإلكتروني لفواتير سونالغاز رد عليه مصطفى قيطوني كالتالي. غادي يكون فيها اجتماع مع وزيرة البريد والمواصلات باش يكون التكامل ما بين البيمنت الإلكتروني والدفع على مستوى البريد. لا توجد حتى الآن بيانات شاملة حول عدد العمليات التي أجريت عن طريق الدفع الإلكتروني منذ إطلاقه شهر أكتوبر 2016، ما عدا البيانات المتعلقة بالبنك الوطني الجزائري حول أنشطة الدفع الإلكتروني به التي وصلت إلى 10,000 عملية، وهي عمليات محتشمة الحجم بالمقارنة مع كم الزبائن الهائل.